دائما في الشأن الأمني، حيث وقفت قوات الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية بقسنطين شخص يبلغ من العمر 27 سنة تم العثور بسيارته على كيس بلاستيكي يحوي 5000 قرص مهلوس موجهة للبيع، بالإضافة إلى عائدات البيع والتي تقدر ب 33 مليون سنتيم. التفاصيل في ميكروفون شمس الدين تامن. توقيف شخص على متن سيارة سياحية. بعد التفتيش والمراقبة الدقيقة تم العثور بالمقاعد الخلفية للمركبة على كيس بلاستيكي أسود اللون به كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر مخبأ بعلبة وثائق سيارة. أسفرت هذه العملية عن حجز 5800 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بحوالي 36 مليون سنتيم، هواتف نقالة والسيارة المستعملة في الجريمة.